ومن فلسطين، اقتحم أمس مستوطنون المسجد الأقصى بحماية بعض قطعان الشرطة الإسرائيلية. وذكرت بعض الوكالات الفلسطينية أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذوا بعض الجولات الاستفزازية، طبعا برعاية ودعم قطعان الشرطة الصهيونية. خليني أقول لك خبر لطيف ظريف خفيف، يمكن حكيت لك قبل كام يوم قصة الحمار، الحمار اللي نزل في أرض الراجل الطيب وبعد كده كان بياكل فيه. يبدو أن شرطة الاحتلال عايزة ترد عليا سريعا وتقول لنا فعلا أن الحمار موجود، والحمار جزء أصيل ولا يتجزأ من الصراع العربي الإسرائيلي. دايما هتلاقي حمار في الموضوع، دايما هتلاقي حمار في الموضوع الحمار. ويمكن كان بعض النشطاء أيام الحرب على غزة بيتداولوا صور لبعض الحمير وقال لك إن الحمير دي أو الحمار ده فاد القضية الفلسطينية أكتر من بعض الحكام العرب. امبارح الشرطة الصهيونية اعتقلت حمار. ليه؟ لأنه شارك في بعض الأعمال التخريبية أو الأعداء العدائية ضد إسرائيل. عارف لما أول حاجة تيجي في دماغك عايز تقول مجمع لما وفق والطيور على أشكالها تقع. الجيش الحمير الصهيوني بيعتقل الحمير الفلسطينيين، لأن الحمير في فلسطين بتقف ضد الحمير في إسرائيل، فتقوم الحمير بتاعة إسرائيل تقبض على الحمير بتاعة فلسطين، ويظل الحمار اللي حضرتك شفته ده حمار الفلسطيني خدم القضية والعرب والعروبة ودافع عن شرف وكرامة العرب أكثر من بعض أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رؤساء وملوك وسلاطين الدول العربية. الحرية للحمار، الحرية للحمار، ويسقط الحمار الذي اعتقل الحمار، ويسقط الحمير، ويسقط الحمير اللي بيعتدوا أو بيتعدوا على حمير بلادنا العربية أو على حمير فلسطين. أقصد الحمير، حمير فلسطين اللي بتتهم لدى الكيان الصهيوني أنها تشارك في أعمال عدائية.